محمد بيحب لها الأكلة كتير، شو رأيك ناخد له منه؟ ومنه كمان منشوفه؟ إيه مناخد له بس يمكن ما نقدر نشوفه. مو مشكلة، على القليلة بيسمع صوتنا وبيعرف إنه نحن معه. أغوات افتحوا الباب، جبت هدول لأخي، هو بيحبهم كتير. شو ما سمعتوا يعني؟ يلا افتحوا الباب. وينه محمد؟ شو عملتوا فيه؟ ليش ساكت انت وياه؟ اتركوني! اتركوني! وقفوا! اتركوني! بعدوا عني! عملتكن اتركوني! يا حقرة! اتركوني! بعدوا! عثمان! لا! عثمان! عثمان! اتركوني! اتركوني! بعدوا عني! عثمان! عثمان! أنا بطلب من رب العالمين تنحرم من الراحة مثل ما حرمتني من عمري، وإن شاء الله ما بتتنى بحياتك أبدا يا عثمان. مراد؟ مراد ليش عم تركض؟ أخي محمد قتلوه، أنا شفته بعيوني، أنا كنت كتير بحبه لأخي محمد. لو تعرفي قد ايه بكرهه العثمان، بحياتي ما رح سامحه. وين امي؟ ليش ما اجت؟ مو على الاساس تنقذ محمد؟ اكيد بيكون صاير معه شيء او نصبوا لفخ. بكرة عثمان أكيد رح يقتلني أنا وأخواتي، ما هيك؟ شوفي ليش جبتوا الأمراء؟ مولانا هيك أمر سلطانة، من هلأ ورايح الأمراء كلهم رح يضلوا مع بعض، لازم يضلوا بنفس الجناح. انت واحد خاين، كل شي صار انت سببه. قديش طلعت واحد وسخ. انت كمان رح ترجعي لغرفتك بأمر من مولانا.
مراد، اخواتك هلا بامانتك.